الاخبار اللي ليها علاقه باشادات المؤسسات الدوليه، زي ما كنا بنقول امبارح مع حضراتكم، التصنيف الائتماني لمصر يعني قدرتها على سداد الديون والالتزامات الماليه اللي عليها يقل، فكره المؤشرات الاقتصاديه، فكره انتقال مصر من مؤشر الى مؤشر اعلى، من مؤشر مستقر او سلبي الى مستقر ثم مستقر الى ايجابي، كل المؤشرات دي مهمه وبتهمنا جدا، وطول الوقت لازم نلقي الضوء عليها عشان نكون عارفين كيف ينظر العالم من وجهة النظر الاقتصادية، وانه يبقى فيه بوتنشل، يبقى فيه يعني بوادر كده للاستثمارات في مصر وانشاء مشروعات في مصر لها علاقة بالمؤشرات الاقتصادية في مصر. البنك الدولي الحقيقة أشاد بالإصلاحات اللي مصر تشهدها في عدة يعني محاور، ونشر على صفحته على تويتر تويت أو تغريدة قال فيها انه ما معناه انه المتوقع انه يكون في معدل النمو ان يصل في مصر الى 5.8% عام 2020، وده مدفوعا ببرنامج الاصلاح واللي شمل تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقه وزياده مستوى الحمايه الاجتماعيه للفقراء. الحقيقه لو استاذنكم يا شباب، طيب لو استاذنكم بس التويته بالانجليزي نفسها اللي نزلت على الصفحه لو سمحتوا، دي كمان حاجة كانت مهمة جدا، لأنه زي ما بقول لحضراتكم كده هتلاقوا على الورد بانك الأمينة اللي هي طبعا ميدل إيست على تويتر كاتب انه Egypt's growth is expected to reach 5.5% in 2020 driven by a reform program. ريفورم بروجرام اللي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، وده التويت اللي كتبها البنك الدولي على صفحته. طيب بناء على ايه وده بيدل على ايه وممكن اتوقع من ده ايه؟ خلونا ناخد هاتفيا الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن. يا اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور فخري. ايوه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. كلما قرأنا أو استمعنا إلى تحليلات من مؤسسات اقتصادية دولية لها علاقة بالوضع الاقتصادي في مصر، بنحب على طول نكلم حضرتك كده نفهم منك ما مدلول هذه التصريحات. بنتكلم على تصريح البنك الدولي بأنه مصر صنعت قصة نجاح بالاستثمار في رأس المال البشري، وزي ما قلنا أنه معدل النمو متوقع أنه يصل إلى 5.8% في 2020، وده بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي محاوره كانت عديدة، أهمها أو أعمدته الرئيسية كان تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة وزيادة مستوى الحماية الاجتماعية للفقراء. شفت هذا التصريح من البنك الدولي إزاي يا دكتور فخري؟ وطبعا النهاردة الجمعة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد بتعقد يعني خارج واشنطن مره كل سنتين، احدى الدول الاعضاء، مجتمعين حاليا في يعني في اندونيسيا في جزيره بالي، وده منتجع مهم جدا. في كلمه السيد الدولي يون كيم طبعا اشاد وهو يتحدث عن مؤشرات وتجارب دول ناجحه في التعامل مع البنك الدولي، أشار إلى مصر بأنه مصر يعني حققت تقدما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاث محاور أساسية بتؤدي إلى أنه معدل النمو المتوقع في سنة 2020 هيبقى 5.8%، وده يعني مقارنة بأنه بمتوسط 2% كمتوسط سنوي في سنة 11 و12 و13 و14. يعني معنى آخر أنه معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي أصبح ضعف معدل نمو السكان في مصر، وده في حد ذاته مؤشر طيب. كيف تحقق ذلك؟ بالاستثمارات في مجال البنية الأساسية والمجالات الأخرى عديدة، وأقصد بالاستثمارات ليست فقط الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكن الاستثمارات الوطنية. وهنا أشار لحاجة مهمة جدا، وهو في برنامج الإصلاح الاقتصادي المحور الأولاني على المستوى النقدي تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل
الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وأصبح سعر الصرف مستقر ولا توجد سوق سوداء، وأيضا تم إزالة كافة القيود على الصرف الأجنبي في مصر. الحاجة الثانية فيما يتعلق على المستوى المالي، تخفيض عجز الموازنة وترشيد الطاقة أو دعم الطاقة لكي يصل إلى المستحقين والمستهدفين من هذا الدعم. حاجة الثالثة وهي على المستوى الاجتماعي، أنه الإصلاح الاقتصادي معناها تكلفة وعبء يشعر به يعني غير المقتدرين بدرجة أكبر من باقي شرائح المجتمع، وهنا تم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بكل عناصرها، سواء كانت خلق مزيد من فرص العمل، الإسكان الاجتماعي، تطوير عشوائيات مقسومة الكروت الذكية في الرغيف العيش والسلع التموينية، رفع مرتبات العاملين في الدولة والمتقاعدين بكل يعني فئات المتقاعدين. منظومة التعليم أشار أيضا إلى أن مصر يعني هتبدأ أو بدأت بالفعل في منظومة تعليمية جديدة ترتقي برأس المال البشري في هذه الحالة. ده كان سؤال يا دكتور فخري بعد إذن حضرتك، لأنه دكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي في كلمته قايل أنه مصر نجحت أنها تخفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات في رأس المال البشري بشكل أشمل. ممكن تشرح لنا حضرتك معنى العبارة دي؟ ببساطة جديدة، بأنه ما تم توفيره من رفع أسعار الطاقة بكل أنواعها، هذا الوفر اللي هو 50 مليار كل عام يتجه إلى تحقيق يعني المستحقات الدستورية، بأنه الإنفاق على التعليم والصحة اللي هو إعادة بناء الإنسان المصري وتحويله من كم إلى كيف، بمعنى آخر تحويل 100 مليون نسمة، خاصة الشباب اللي بيمثل 55% من الكتلة السكانية في مصر، تبقى رأس مال بشري. هنا المنظومة التعليمية الجديدة بمساهمة طبعا، بالإضافة إلى أن مصر هتبدأ منظومة تعليمية جديدة بمواردها المحلية، البنك الدولي بيرى أنه بيساند مصر في هذا الاتجاه، بأنه بيخصص 500 مليون دولار أو نصف مليار دولار لمساندة هذه المنظومة الجديدة للتعليم، اللي هي هتبدأ من رياض الأطفال وتستمر تدريجيا حتى يأتي إلينا جيل بعد 12 سنة يعني مستوى تعليمه أفضل بكثير مما هو عليه الوضع الآن، وهنا بيحسن مستوى رأس المال البشري. الحاجة الثانية أنه على المستوى الرعاية الصحية، ممكن قبل الرعاية الصحية بس بالحديث عن التعليم يا دكتور، برضو لما قريت المقالة اللي صادرة عن البنك الدولي كمان هم متكلمين عن فكرة التغذية المدرسية، فأنا هنا ممكن أتساءل برضو إيه أهمية أن البنك الدولي ينظر إلى التغذية المدرسية اللي مصر بتوفرها. هي طبعا ما ننساش أنه ده أحد يعني الـ يعني المتطلبات الصندوق والبنك الدولي، حاجتين مهمين جدا فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية، التغذية المدرسية لأولادنا في المدارس، وده يعتبر يعني تعزيز لصحة الأطفال وهم في المدارس، إلى جانب تحسين المنظومة التعليمية. حاجة تانية العناية بتعليم الفتيات، وده مهم جدا لأن الفتيات بتمثل يعني نصف الـ يعني الشباب اللي بيتعلم في هذه الحاله. طيب النواحي الصحيه يا دكتور؟ اتفضل. النواحي الصحيه انه منظومه الرعايه الصحيه اللي ضغطت 26 محافظه على مدار 15 سنه بتامين صحي شامل، بحيث انه كل مواطن مصري يعني يكون تحت مظله رعايه صحيه شامله، لان انا بستهدف انه راس المال، وده في المؤشر الجديد للبنك الدولي اللي اصدره هذا العام في يعني في الاجتماعات السنويه، اشار اليه السيد جيم يون كيم رئيس البنك الدولي بانه هذا المؤشر الجديد على الدول، اللي هو طبعا اقاموا تجربه على 30 دوله، انه بحيث انه
المنظومات التعليمية في 30 دولة ومن ضمنها مصر في هذه الحالة، انه يتم خلال فترة ال 14 سنة من رياض الأطفال، سنتين في رياض الأطفال و 12 سنة حتى يصل إلى سن ال 18 سنة، في هذه الحالة يحصل على يعني جودة تعليمية أو مستوى تعليمي جيد، بالإضافة إلى أنه يعني يتمتع بصحة كاملة. هنا يبقى رأس المال البشري بالمقاييس اللي هو وضعها البنك الدولي يبقى حصل على مؤشر يصل إلى واحد، واحد معناها أنه ده أقصى ما يمكن، بحيث أنه يربطها بالإنتاجية ومعدلات النمو، أن هذه الدول بعد 12 سنة من العملية 14 سنة من العملية التعليمية هترتقي بمستوى الرأس مالها البشري، ومن ثم يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو. ومعدلات النمو في هذه الحالة لن تكون مؤقتة ولكنها معدلات مستدامة، وهو ده الهدف اللي بيسعى عليه البنك الدولي طبعا. الاستراتيجية اللي وضعها من سنتين بحلول طبعا عام 2020 ان شاء الله. انا بشكر حضرتك انه نصل الى ما نسميه بالتنمية المستدامة للدول النامية 2030 مع التنمية المستدامة. تمام نعم. تمام، بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور فخري فيه، استاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن.